إلى ذلك، أكد مدير قطاع توزيع كهرباء قضاء بيجي المهندس باسم حسين استمرار العمل بتأهيل شبكة الكهرباء في القضاء والمناطق التابعة له ضمن حملة الإعمار التي أطلقها محافظ صلاح الدين، فيما طالب الأهالي الحكومة المركزية بزيادة حصة بيجي من الكهرباء وإعادة إعمار محطات الطاقة الثلاث فيها. ضمن حملة إعمار بيجي الأخيرة التي أطلقها السيد المحافظ المحترم، تم تأهيل الشبكة الكهربائية في مركز القضاء، ومستمرين بتأهيل الشبكة وإعادة الشبكة الكهربائية ونصب محولات في مركز القضاء ما يقارب 40 محولة، والأعمال مستمرة بإعادة الشبكة الكهربائية. حاليا مركز القضاء نسبة الإنجاز نسبة مرضية جدا، أما بالنسبة للقرى والنواحي إن شاء الله في قادم الأيام ستكون لنا هناك أعمال بتأهيل الشبكة الكهربائية ونصب المحولات لفك الاختراقات. قليلة حصة الكهرباء في قضاء بيجي، يعني ايش قد هو قضاء بيجي؟ يعني يعطونه 20 ميجا حصته، وهي حصته تقريبا فوق ال 120 ميجا المطلوب، يعني المفروض ب 20 ميجا ما راح تسوي شيء للقضاء، والقضاء كبير وقضاء تدري انت مدمر ومنكوب. نطالب الحكومة المركزية ب شو اسمه زيادة كمية الطاقة الكهربائية القضاء بيجي، طالبهم عندنا بإعادة الطاقة الحرارية، الطاقة الغازية، الطاقة المصرية. قضاء بيجي يمتلك ثلاث طاقات كهربائية، بس ماكو أي أعمار، يعني من بعد تحرير 2014 أي أعمار بالطاقة الكهربائية بقضاء بيجي ماكو. تجهيز الكهرباء غير كافي بالمحافظة وبالقضاء، يعني احنا بعموم العراق الكهرباء غير كافية، يعني المواطنين في كل المحافظات ده تشكي من قلة الكهرباء وتوفيرها. أما بالنسبة لحماية الشبكات الكهربائية، الأجهزة الأمنية والحكومة المحلية جاي يعني ده تحاول حمايتها بكل وسيلة، بس أنت تعرف احنا العمليات التخريبية والإرهابية اللي جاي طول محافظاتنا في كل مكان، وأنت تعرف امتداد الأعمدة الكهربائية بين المحافظات تمر مناطق صحراوية.